لكل من يكره ليو ميسي ورونالدو شاهد هذا الفيديو، أجمل اللحظات العاطفية والإنسانية. السلام. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. أن تكون قدوة حسنة أو أن تكون ذا صيت وشهرة، هذا ليس بالأمر الهين، الكثير من العمل والمثابرة والصبر ستحصل على مرادك بالتأكيد، لكن عندما تصبح أسطورة تصبح لديك الأمور الكثيرة التي يجب عليك القيام بها، فأنت في النهاية قدوة للذين يروك وسيتبعونك، لكن ستجد هناك كارهين لك. لكن في هذا الفيديو سنتحدث عن أسطورتين في عالم كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هذين اللاعبين اللذان يذهلان طوال هذه السنين في عالم كرة القدم، لكن لم نشاهدهم على الحقيقة الطبيعية لهم، فقط نعرف أنهم مجرد لاعبين. وهذا الفيديو موجه إلى كل من يكره ميسي ورونالدو، ستعرف الآن المعدن الحقيقي لهؤلاء اللاعبين. لنبدأ. شاهد كريستيانو رونالدو هنا، طفل صغير يطلب منه التوقيع على حذائه. انحنى كريستيانو رونالدو ولم يتكبر وقام بالتوقيع على الحذاء. هنا كريستيانو رونالدو يداعب الأطفال الصغار ولا يتكبر، فهناك الكثير من اللاعبين يظنون أنهم أفضل من الناس ولا يتعاملون معهم. هنا هذا الطفل الصغير يحمل في يده كتابا، فشاهد كريستيانو رونالدو يقول له لا تترك الكتاب. هنا كريستيانو رونالدو ينظر إلى هذا الطفل الصغير، شاهدوا نظراته، رسم البهجة والفرح والسرور على قلب هذا الطفل. أحد المشاهد الغريبة التي تحدث في عالم كرة القدم، أتى هذا المشجع إلى ميسي وطلب منه التوقيع على قميصه، فشاهدوا كيف يثني عليه، ها هو يقوم باحتضانه. ليو ميسي لم يتحرك، ولو كان كذلك لهرب منه على الأقل. هنا هذا الطفل الصغير يأتي إلى ميسي ويطلب منه التوقيع على التيشيرت الخاص به، ميسي لم يتكبر وقام بالتوقيع له، شاهدوا تواضع اللاعبين. هنا هذا اللاعب يمسك بكريستيانو رونالدو ويقول له أنه يحبه جدا، شاهدوا احتضانه له، إنه حتى لا يريد تركه، لكن في النهاية أتى الأمن وأخذ اللاعب من المكان، كريستيانو لم يتكبر عليه. هنا ليونيل ميسي يقوم بالتوقيع لهؤلاء الأطفال الصغار ويرسم البهجة على وجوههم، إنهم مشجعي برشلونة، مظهر رائع بالفعل. شاهدوا هذا الرجل يجري في تدريبات المنتخب الأرجنتيني، يقوم بالرجاء من ميسي ويمسح له حذاءه، لكن ميسي يقوم بإيقافه ويسلم عليه ويحتضنه، شاهدوا كمية مشاعر كبيرة، ها هو أعطاه التيشيرت الخاص به، الآن هذا الشاب يشكر الله على ما فعله له ليونيل ميسي. شاهدوا كريستيانو رونالدو عند دخوله، أتى هذا الطفل الصغير ولحق به وطلب منه توقيعا أو طلب منه شيئا آخر أو أن يأخذه معه. بعد أن أتى الأمن قال لهم رونالدو اتركوه وأعطاه تذكارا صغير. هنا هذا الطفل يبدو أنه مريض، لكنه أتى هنا لكي يقابل ليونيل ميسي كهدية له، شاهدوا إنه طفل عربي، إنه يلعب مع ليونيل ميسي الآن، يبدو أن حلمه اللعب في كرة القدم، شاهدوا ليس له أقدام بل أطراف صناعية. هنا وبعد هجمة قوية لفريق ريال مدريد، شاهد كريستيانو رونالدو اصطدم في الحارس ولكنه لم يترك، ولو كان لاعب آخر لتركه وقال إنه خصم، لكن رونالدو أتى إلى الحارس وقام بتقديم الإسعافات له. هنا هذا الطفل الصغير يجري ليسلم على ميسي، وميسي كان حاضرا فقام بالتوقيع على التيشيرت الخاص به.
وهنا كريستيانو رونالدو، فشاهدوا كيف يقوم برسم البسمة على وجوه الأطفال. الكل هنا يعرف من هو كريستيانو. شاهدوا، يعطي الهدايا ويوزع التذكارات، وهنا يقابل الأطفال الصغار وأيضا يتبرع بدمه لهم. شاهدوا أخلاق هذا اللاعب الكبير. هنا هند شولدرز يطلبون من الأطفال والكبار الضغط على هذا الزر لكي يخرج لهم ليونيل ميسي. شاهدوا مدى الفرحة والابتسامة التي رسمها هذا اللاعب على وجوه الأطفال والكبار. هنا هذا الطفل الصغير ينتظر لعدة دقائق هنا لكي يتصور ويلتقط صورة مع كريستيانو رونالدو، لكن شاهدوا رونالدو نزل إليه بنفسه وقام بالتقاط صورة معه. الطفل يبكي والآن هو سعيد جدا لأن رونالدو لبى رغبته. يا لروعتك أيها اللاعب. هنا كريستيانو رونالدو يلتقط صورة مع هذا الطفل المصاب ويرسم البسمة على وجنتيه أيضا. هنا هؤلاء الشباب ينتظرون ليونيل ميسي ليلقي عليهم التحية، فشاهدوا قام بالتسليم عليهم وأيضا احتضانهم. فشاهدوا رجع لهذا الطفل الصغير لأنه لم يسلم عليه، لو كان لاعبا آخر لما التفت إليه أيضا. هنا كريستيانو رونالدو في المطار أتى إليه هذا الرجل من أمن المطار وقام بالتصوير معه. شاهد الناس يتصورون مع رونالدو. شاهدوا ردة الفعل الغريبة لحامل الكرات في دوري أبطال أوروبا بعد أن ألقى ميسي عليه التحية بيده. شاهدوا ماذا حدث له. لقد انبهر لأن ليونيل ميسي قد سلم عليه. أظن أنه لن يغسل يده لمدة طويلة. هنا كريستيانو رونالدو بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة إذا ما اصطدمت برأس هذا اللاعب وآلمته، ولكن عند الخروج أعطاه التيشيرت الخاص به امتنانا لحبه وأنه آسف على ما حدث. هنا ليونيل ميسي يتجول بسيارته بين المدن، فشاهدوا الأطفال والصغار يلقون التحية. شاهدوا هذا الطفل الذي أخذ تذكارا معه. هنا هذا الشاب الذي طلب السلام من كريستيانو رونالدو، فكما تشاهدون قام باحتضانه وأخذ قبعته وأخذ قميصه تذكارا له. إنه يشبه كريستيانو رونالدو، أو أنه شبيهه بالفعل. شاهدوا ردة فعله وشاهدوا فرحته العميقة بملامسة كريستيانو رونالدو، فرحة عارمة في قلب هذا الشاب. هنا ليونيل ميسي قام بوضع وشم على وجهه، وذلك لكي يرسم البهجة على وجوههم، وهو الآن يرسل لهم التحية عبر هذه الإشارة. هنا أحد الجماهير يبكي، فأتى إليه كريستيانو رونالدو وقلع قميصه وذهب إليه وأعطاه القميص كهدية له. شاهدوا فرحة هذا الرجل العميقة بعد أخذ تيشيرت من كريستيانو رونالدو. شاهدوا الجماهير كلهم يأخذون الصور من الفرحة، لم يصدق هذا العجوز ما حدث له. هنا هذا اللاعب من الفريق الخصم يقوم بأخذ صورة سيلفي مع ميسي، مع أنه خصمه لكنه يحبه ويشجعه. هنا كريستيانو رونالدو يلقي التحية على بوفون، هذا لأنه سيخرج من يوفنتوس. هنا ليونيل ميسي يقوم بالتوقيع لهذا الطفل الصغير على التيشيرت الخاص به. شاهدوا الفرحة العارمة التي حدثت لهذا الطفل. هنا كريستيانو رونالدو يقوم باحتضان هؤلاء الأطفال. شاهدوا كيف يرسم البهجة على وجوههم. لاعب مميز. هنا كريستيانو رونالدو بعد هجمة لفريقه قطع الكرة، لكنه وجد لاعبا مصابا على الأرض فلم تسمح له أخلاقه أن يتركه. فشاهدوا ماذا حدث. قام كريستيانو بعمل الإسعافات الأولية له. تذكرون هذا الطفل الصغير الذي قام بعمل تيشيرت الأرجنتين من أكياس القمامة ورسم ميسي ورقم 10 على ظهره. أتى إليه ميسي خصيصا وطلب مقابلته ورسم البهجة والفرح والسرور على قلب هذا الطفل الصغير. شاهدوا جمال هذه اللقطات.
هنا بعد خسارة برشلونة في كأس الملك، نزل كريستيانو رونالدو من المدرجات وألقى التحية على ميسي، مع أنهما خصمان لكنهما يحبان بعضهما البعض. هنا أيضا في مباراة المنتخبين يلقيان التحية على بعضهم البعض، يا لجمال هذه اللقطات. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.